باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ناقصلنا في دانيال إصحاحين في الأسفار المحذوفة، يعني الجزء اللي هندرسه النهاردة والمرة الجاية بإذن الله مش موجودين في الكتاب المقدس، لكن موجودين في الكتاب اللي في إيدي ده اللي هو الأسفار اللي حذفوها البروستات. هما عبارة عن قصتين ليهم منافع روحية كويسة. قصة النهاردة بتاعت سوسنة العفيفة، والمرة الجاية هيكون الصنم بال والتنين. قصة سوسنة بتقرأ في ليلة السبت الكبير أبو غلامسيس من ضمن التسبيح والقصص التي تقرأ في صلوات الكنيسة. ليه في اليوم ده بالذات؟ لأنها قصة موت وقيامة. واحدة حكم عليها بالظلم إن هي تموت، ولكن الله أنقذها من هذا الموت في آخر لحظة، فتعتبر دخلت في خبرة الموت وقامت من هذا الموت مع المسيح. والاثنين شيوخ اللي حكموا عليها بالموت ظلما يمثلوا الشيطان اللي حكم على البشرية بالموت، ودانيال اللي أنقذها من الموت بيرمز للسيد المسيح اللي جه نجانا من ظلم الشيطان ومن حكم الموت. هقرأ لكم القصة مع التعليق بالشرح. بيقول: كان في بابل رجل اسمه يوقيم، وكان متزوجا امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية، جميلة جدا ومتقية للرب، وكان أبواها صديقين فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى. هنا بالرغم من ان هم في السبي وبعيدا عن شعب الله او بعيد عن الهيكل، بعيد عن الانبياء والمقدسات، لكن قدروا يعيشوا في تقوى لله، وقدروا يؤدبوا بنتهم على حسب شريعة موسى. في ناس لما يبعدوا بالمرة بقى يطيحوا يعني، وفي ناس كلما بعدوا كلما اقتربوا من الله. تلاحظوها حتى في أولادنا في المهجر، تلاقي واحد سافر من مصر يتوه ولا ليه أي علاقة بربنا ولا بالكنيس ولا حد يعرف هو فين، وفي واحد تاني أول ما يسافر أول حاجة ينزل عليها الكنيسة ويمسك في ربنا قوي، ويحس بالخطر إنه لو في بيته في وسط أهله كان حاسس بالأمان، لكن لما سافر برا حس ان امانه الوحيد انه يكون في حضن ربنا. ففي وسط السبي بتاع بابل كان في ناس اتقياء جدا زي دانيال وزي الفتية القديسين وزي سوسنة وزوجها يواقيم وابوها وامها، وزي في قصة استير زي كانوا هي ومردخاي وفي شعب لله محافظين على الناموس. كان أبواها صديقين فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى، وكان يوقيم اللي هو زوجها غنيا جدا. كلمة يوقيم أو يوقيم أصلها يهوى يقيم، يهوى يعني الله ويقيم يعني يقيم. ولاحظوا أن نفس الاسم بتاع أبو العذراء مريم. كان غني جدا بالرغم ان هما في السبي، معناها ان هو في ارض الغريبة قدر يشتغل ويجتهد ويكون لنفس ثروة. وكانت له حديقة تالي داره، يعني دي من علامات الغنى بتاعه ان بيته كان فيه جنينة كبيرة. وكان اليهود يجتمعون اليه لانه كان اوجههم جميعا، يعني هو اكتر واحد في ابناء اليهود وجاهة وعظمة. يجتمعوا إليه بقى عشان إيه؟ عشان البيت بتاعه الواسع دوت يصير دار للقضاء. وكان قد أقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة، يعني يبدو أن كان بيتم الحكاية دي بالانتخاب، ينتخبوا 2 من الشيوخ
يحكم في القضايا الخاصة ببني إسرائيل بحيث ما يضطروش يرفعوها إلى القضاء المدني بتاع الدولة، يخلصوا مشكلهم بينهم بين بعضهم يعني. فكان قد أقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة، وهما من الذين قال الرب فيهم أن الإثم قد صدر من بابل من شيوخ قضاء يحسبون مدبري الشعب. يعني ناس اتخدعوا فيهم، ظنوا ان هم شيوخ وقورين وانقياء ويقدروا يحكموا بالعدل فانتخبوهم للقضاء، لكن طلع ان هم اصل الاسم والشر. هم من الذين قال رب فيهم ان الاثم قد صدر من بابل من شيوخ قضاء. يعني لما الاسم يجي من اطفال صغيرين ولا من شباب متهورين تبقى الحكاية مبلوعة، لكن لما تيجي من شيوخ وقضاء تبقى حاجة شريرة جدا. ويحسبون مدبري الشعب، يعني صار الراعي كأنه ذئب يختطف الحمل ويأكله بدل ما بيرعاه. وكان يترددان على دار يوقيم فيأتيهما كل ذي دعوة. زي ما قلت لكم البيت بقى زي ما يكون مقر للمحكمة، فيقعدوا في الجنينة دي كل اللي جاي عنده شكوى يحكموا له فيها. وكانت سوسنة متى انصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة رجلها، فكان الشيخان يرانها كل يوم تدخل وتتمشى فكلفا بهواها. للأسف يعني برغم ان هم ناس كبار مفروض يكونوا عاقلين يعني، وجايز هي واخدة حريتها شوية في بيتها وشايفة دول اتنين شيوخ قاعدين، بالنسبة لها ما مش شيء متعب ولا معسر ان في اتنين رجالة شيوخ قاعدين. مع ان برضو هنا بيقول كان بتدخل تتمشى يعني في وقار وفي حشمة وكل حاجة. واسلم عقولهما الى الفساد وصرف أعينهما لألا ينظر إلى السماء فيذكر الأحكام العادلة. وكان كلاهما مشغوفين بها ولم يكاشف أحدهما الآخر بوجده. وجده يعني هيامه ورغبته الرديئة، يعني حياء من كشف هواهما ورغبة في مطاجعتها. وكان كل يوم يجدان في الترقب لكي ينظراها، وإن أحدهما قال للآخر لننصرف إلى بيوتنا فإنها ساعة الغزاء، فخرج وتفارق ثم انقلب ورجع إلى الموضع. فسأل بعضهما بعضا عن سبب رجوعي فاعترف بهواهما. وطبعا هنا قبل ما أستغرق في السرد يعني عايز اقول ان هذا الرجل يوقيم فتح بيته وداره لشيوخ الشعب علشان يقضوا للشعب نوع من الخدمة، ومع ذلك هذا الامر تسبب لي في ازمة كادت تؤدي الى قتل زوجته، وقتل بايه؟ بتهمة شنيعة انها سقطت في الخطيئة. حاجة تضايق ان انسان يعمل خير يلاقي الشر مستني، لكن ربنا ما بيسكتش زي ما هتشوفوا، أنقذهم من هذه الخطية من هذا الضرر. ولاحظوا هنا أن الاثنين شيوخ دول الخطايا بتجر بعضيها، الخطية عمرها ما توقف عند حد معين، بتلاقي تبتدي الأول هينة لينة شويتين تجرجر تجرجر لغاية ما الواحد يتدحضر خالص. يعني الأول كان في خطية بالنظر، يعني ممكن كان يرى امرأة جميلة ولكنها زوجة لرجل وهم شيوخ، خلاص بقى يعني جميلة لجوزها أنا مالي ومالها. لكن أتذكر كلمة قالها قداسة البابا تعتبر حكمة، يعني قال إن أول نظرة بتكون بدون إرادة الإنسان، تاني نظرة بتكون بإرادته، وتالت نظرة بتكون بسلب إرادته. خدي بالكم من دي، أول نظرة
بدون إرادة، واحدة معدية من قدام، تاني نظرة بإرادة عايز يشوف، تالت نظرة بسلب الإرادة معناها بالشهوة، بقى أصبح الإنسان مش قادر يبطل. وده اللي حصل معاه. يقول أسلم عقولهما إلى الفساد، النظر قدهم إلى فساد العقل. وبعدين نتيجة أن بدأ يصرف أعين، يعني بدل ما يرهوى لجواه عمل العكس، ان ما بصش لربنا ما بصروش، عامل زي ما يكون مثلا ولد عارف انه لو قال لبابا بعد اذنك يا بابا هنزل العب شويه مع زملاتي، هو عارف لو قال لبابا كده هيقول له لا ما تنزلش، فيعمل ايه؟ ما يقولوش خالص وينزل، ويبقى الغلطه غلطتين. لما يرجع ابوه يجي يعاتبه، انت ازاي تنزل من غير ما تقول لي؟ يقول له ما انا عارف ان انا لو قلت لك هتمنعني، يعني عارف ومع ذلك كمان بتزوغ مني، يعني الغلطه بقت غلطتين. واحنا بنقع نفس الخطأ ده لما بنكون عارفين ان في حاجة معينة ربنا مش مبسوط منها، ومع ذلك بنصرف مسامعنا عن صوت الله ونحقق شهوات انفسنا. الخطايا بتجر بعضيها. وبعدين دخلوا في مرحلة الخداع، قاعدين هما الاثنين مع بعضيهم، فيهم نفس الفكر الشهواني وكل واحد مخبي عن التاني. وأنا متخيل إن مفروض بعد ما ينتهي جلسة القضاء مفروض بينصرف، إيه اللي مقعدهم؟ هو كل واحد قاعد مش قايل لزميله إن أنا قاعد عشان أشوف هذه الإمرأة، لكن أهو كل واحد مبسوط إن زميله مقعده. خد بالك، أنا متخيل إن زميلي قاعد فيها فرصة، مدام هو قاعد أنا قاعد، والتاني متخيل نفس الحكاية، والاثنين بيبصوا عليها ومحدش فيهم بيكاشف الآخر برغبته، فدخلوا في مرحلة الخداع. وبعدين يقول اليوم اللي اتفقوا فيه أن ينصرفوا لبيوتهم عشان يتغدوا، فإنها ساعة الغداء، فخرج وتفارق، وبعدين رجعوا تاني كل واحد، يبقى من مرحلة الخداع إلى مرحلة الكذب. الكذب ان انا مروح بيتنا يلا نروح، وهو كل واحد في نيته انه مش هيروح، وبعدين يرجعوا تاني ويتقابلوا، فكل واحد يسأل تاني انت ايه اللي رجعك، يقول طب انت ايه اللي رجعك، فاضطر ان هم يعترفوا بهواهما. فدخلوا في خطية اشنع، اتفق معا ان هم الاثنين مع بعضهم يعتدوا على هذه الامرأة العفيفة، يعني شيء في منتهى الفظاعة ان اتنين يتفقوا ان هما يخطئوا مع امرأة واحد، شيء يعني نوع من الشذوذ، حاجة مش طبيعية. وتيجي من شيوخ قضاة، اتفق معا على وقت يمكنهما فيه ان يخلوا بها. وطبعا لان الشر موجود فيهم، فالاتنين شجعوا بعض على الشر. انتوا عارفين لو في واحد عاقل والتاني شرير كان العاقل يعقل الشرير، لكن المشكله ان هما الاتنين فيهم الخطيه. وكان في بعض الايام بينما هما مترقبان اليوم الموافق، يعني بعد ما كانوا بيخدعوا بعض بقوا دلوقتي متفقين في الشر، أنها دخلت مثل أمس، يعني مثل كل يوم، مثل أمس فما قبل، ومعها جاريتان فقط، وأرادت أن تغتسل في الحقيقة في الحديقة لأنه كان حر، ولم يكن هناك أحد إلا الشيخان وهما مختبئان يترقبانها، هي مش واخدة بالها أن هما موجودين. فقالت للجاريتين ائتياني بدهن وغسول وأغلق أبواب الحديقة لأغتسل، ففعلتا كما أمرتهما، أغلقتا أبواب الحديقة وخرجتا من أبواب السر لتأتي بما أمرتا به، ولم تعلما أن الشيخين مختبئان هناك، حتى الجاريتين مش شايفين.
فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجما عليها وقال قال دخلوا في خطية جديدة هي التهديد والاغتصاب. ها إن أبواب الحديقة مغلقة ولا يرانا أحد. خطية جديدة. كلمة لا يرانا أحد يعني إيه؟ مفيش ربنا؟ مفيش ربنا؟ لا يرانا أحد. حلوة العبارة اللي قالوها حد من الآباء أن الخطية هي إلحاد لحظي. يعني الملحد بيقول مفيش الله، والخاطي على الأقل ساعة ما بيغلط بيقول مفيش ربنا. الإنسان المؤمن مش بس بيؤمن بوجود الله، لكن ده بيؤمن أن الله موجود في كل مكان. فلما يجي يغلط يحس أن في عينين بتشوف حاجة عجيبة. في مرة اتنين اتفقوا يروحوا يسرقوا فيلا، وبعدين أول ما اقتربوا من أبوابها كان في كلب جوه الفيلا هوهو فجريوا. وبعدين جريوا واستخبوا عشان فهموا طبعا الناس هتصحى وتقوم تدور على مين اللي كان بيقترب هيقضوا عليه. فهم مستخبيين، واحد منهم بدأ يبكي، فزميلي بيقول له مالك؟ ضميره اتحرك فقال له أنا زعلان لأن كنت زمان بخاف الله، النهاردة بخاف من الكلب. مش كده؟ يعني الواحد لو الكلب ما هوهوش ما كناش خفنا من الله وكنا دخلنا وسرقنا، لكن احنا خفنا من الكلب. فالإنسان ساعة ما بيعمل خطية بيقول بطريقة عملية الله مش موجود، عشان كده أنا واخد حريتي وبعمل عايز أعمله. لما بنرجع للتوبة بنقول لنفسي عيب اللي أنت كنت عملته، الله كان شايفك في كل موقف. وعلشان كده في المزمور بتاع التوبة بنقول له لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. ودي الكلمة اللي قالها يوسف الصديق لزوجة فطيفار، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. الشيخين دول قالوا لها ما تخافيش، الباب مقفول ومش حد شايفنا، ونحن كلفان بهواك فوافقين وكوني معنا. وإلا كلمة وإلا دي بقى دخلنا في خطية جديدة هي التهديد. هنعمل ايه؟ نشهد عليك شهادة زور وظلم. مش بقول لكم الخطايا بيجرجروا بعضيهم؟ نشهد عليك انه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين عنك. فقدامك حاجة من اتنين، اما توافقينا واما هنقول الكلام عليك الكلام منظر ده. طبعا انا برضو شايف ان ده نوع من الانحراف حتى الجنسي بعد عنكم، لان كل واحد عايز يعني يغلط مع واحدة بتهديد وغصب واكراه، ده ايه بقى المعنى اللي فيها دي؟ فتنهدت سوسنة وقالت لقد ضاق بي الامر من كل جهة، فاني ان فعلت هذا فهو لي موت. هي فاهمة ان ربنا شايفها، هما مش واخدين بالهم. يعني كونهم يقولوا لها الباب مقفول محدش شايفنا ما خلتش عليها، لا، ما هو لو كان الباب مقفول محدش شايفنا وغلطنا ما فيش مشكلة، لكن قالت انا لو عملت كده هو لي موت لان ربنا شايف وعارف، وان لم افعل فلا انجو من ايديكما، ولكن خير لي ان لا افعل ثم أقع في أيديكما من أن أخطأ أمام الرب. إنسانة نقية وتقية. لاحظوا يا جماعة، الشيوخ كان عندهم شهوات رديئة، والبنت الصغيرة دي كانت عفيفة وطهرة ونقية. يعني كان أفضل ليها هي تموت من أن تفقد عفتها. وصرخت
سوسنة بصوت عظيم، فصرخ الشيخان عليها. أول ما صوتت راح هما كمان مصوتين، وأسرع أحدهما وفتح أبواب الحديقة. فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة وثبوا إليها من باب السر ليروا ما وقع لها. ولما تكلم الشيخان بكلامهما خجل العبيد جدا، لأنه لم يقل قط مثل هذا القول على سوسنة. ذات نفس العبيد بيحترموها، وشايفين واحدة في منتهى الأدب والأخلاق والروحانية والتقوى والقداسة، اتقال عليها الكلام ده ازاي؟ فخجلوا جدا من الكلام اللي بيتقال. وفي الغد لما اجتمع الشعب إلى رجلها يوقيم، كالعادة يعني الناس جايين عشان القضاء، أتى الشيخان مضمرين نية أثيمة على سوسنة ليهلكاها. لاحظوا الحب الشهواني حب استهلاكي، الحب الحقيقي حب باذل. يعني واحد يحب امرأته يموت من أجلها، لكن راجل بيشتهي امرأة عايز يستهلكها، وإذا ما سمعتش كلامه يزل أنفسها بأي طريق، طلع عليها كلام يتعبها بأي صور. حب استهلاكي، زي بالضبط امرأة فوتيفار أحبت يوسف وعايزة تغلط معاه، لما ما ملكتهوش ما صعبش عليها أن يترمي في السجن. ولو بتحبه بالحقيقة كان مفروض بعد ما يترمي في السجن هي تروح لجوزها تقول له معلش سامح الرجل ده وتطلعه بقى كفاية كده أهو أخذ عقوبته، لكن ولا سألت فيه ولا على بالها لأنها ما كانتش بتحبه حب حقيقي. ده ممكن نقول أن يوسف هو اللي أحبها محبة مسيحية طاهرة نقية، بدليل أنه لم يوافقها في الخطأ أحب فيها، وبدليل أنه هو لما وقف ورموه في السجن ما قالش يا جماعة أنا مظلوم والست دي هي غلطانة، ما حبش يفضحها. ولما وقف قدام فرعون ما قالش ان انا اتظلمت من فوتيفار الوزير بتاعك وانتقم لي منه ومن مراته. ولما تكلم مع الساقي والخباز قال لهم انا جيت هنا ظلم، لكن ما لهمش القصة عشان ما يكشفش هذه الامرأة. شيء عجيب. وهتشوفوا الكلام دلوقتي ان سوسنة هما بيحكموها ما قالتش ايه اللي حصل، وقفت تصلي وربنا انقذها. الحب الشهواني حب استهلاكي، يريد الواحد انه يستهلك الطرف الاخر ويستعبده وياخد منه لذته وبعد كده يرميه، زي بالضبط امنون وثامار. امنون ابن داود لما احب اخته بس مش شقيقة ثمار، وتمارد امنون وعمل نفسه عيان، وبعدين قالوا له مالك، قال لهم خلوا ثمار تيجي تأكلني. ولما اخته دخلت تأكله فراح اغتصبها، وبعدين يقول الكتاب المقدس بعد ما اخذ منها ما يريد طردها لدرجة هي بكت بكاء فظيع وقالت له ان الشر الثاني اصعب من الشر الاولاني، كونك تعتدي علي ده شر، كونك تطردني دي اصعب. ويقول الكتاب المقدس ان امنون ابغض ثمار كرهها، لدرجة ان البغضة اللي كرهها بيها اكتر من المحبة اللي حبها بيها، لان كان حب شهواني استهلاكي. ما اجمل الحب اللي يبقى فيه بذل وعطاء وفيه ارتباط ابدي بين راجل ومراته، ده صح. لكن كده حاجة بتحول الإنسان إلى شيء يستهلك، يقولوا تشييء الإنسان يتحول إلى شيء.
في الغد لما اجتمع الشعب إلى رجلها يواقيم، أتى الشيخان مضمرين نية أسيمة على سوسنة ليهلكاه. اتفقوا مع بعض، قالوا احنا لازم نضيعها. طب نضيعها ليه؟ نمرة واحد، لأنها لم تعطينا فرصتنا في أن نشبع شهواتنا. نمرة اتنين، لأن وجودها خطر علينا، طول ما هي موجودة هتبصلنا بنظرة إن احنا أشرار، وممكن تسرب المعلومة إن احنا قلنا كذا وكذا، فالناس تاخد عننا فكرة وحشة وممكن يحكمونا ويقتلونا. فأحسن لك إيه؟ اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. وقال أمام الشعب: أرسلوا إلى سوسنة بنت حلقية التي هي امرأة يوقيم. فأرسلوا، فأتت هي ووالداها وبنوها وجميع ذوي قرابتها. وكانت سوسنة ترفة جدا وجميلة المنظر. ترفة جدا يعني إنسانة ناعمة ورقيقة، راجل غني وامرأته إنسانة متنعمة بس قديس. فأمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها، وكانت مبرقعة ليشبع من جمالها. يعني حتى في المحاكمة الموضوع ما خلاش من شهوات رديئة. وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون، لأنهم عارفين أنه مش ممكن هي تعمل كده. فقام الشيخان في وسط الشعب ووضع أيديهما على رأسها. وضع أيديهم على رأسها معناها خطيتها عليها، يعني إحنا شفنا الخطية ودينا بنتبرأ منها، خطيتها عليها، كأنهم هم الأبرار وهي الخطي. فرفعت طرفها إلى السماء، يعني نظرها كده وهي باكية، لأن قلبها كان متوكلا على الرب. جميلة الآية دي، لأن قلبها كان متوكلا على الرب. طبعا وليتكل على ربنا مش ممكن ربنا يخيبه. فقالوا بقى القصة المزيفة بتاعته. فقال الشيخان: إننا كنا نتمشى في الحديقة وحدنا، فإذا بهذه قد دخلت معها جاريتان وأغلقت أبواب الحديقة، ثم صرفت الجاريتين، فأتاها شاب كان مختبئا ووقع عليها. وكنا نحن في زاوية من الحديقة، فلما رأينا الإثم أسرعنا إليهما ورأيناهما متعانقين. أما ذاك فلم نستطع أن نمسكه لأنه كان أقوى منا. خلي بالكم في القصة بيقول إن الشيخين دول هجموا على سوسنة، دلوقتي عاملين نفسهم إن هم شيوخ وضعفاء وغلابة، وقال إيه الشاب الوهمي اللي بيخترعوه كان أقوى منا. ففتح الأبواب وفر. وأما هذه، خلي بالكم في أول القصة قالوا فإذا بهذه قد دخلت، ودلت أما هذه يعني نوع من الإزدراء والاحتقار. وأما هذه فقبضنا عليها وسألناها من الشاب، فأبت أن تخبرنا. هذا ما نشهد به. فصدقهما المجمع لأنهما شيخان وقاضيان في الشعب، وحكموا عليها بالموت. من الظلم أن يحكم على إنسان دون أن يسمع دفاعه. وما يصحش أن احنا ناخد بشهادة الناس حتى لو كانوا أهل ثقة. جايز ما يكونوش غلطانين، لكن أحيانا هناك انطباعات، قد تكون الانطباعات خاطئة. يعني ممكن واحد من شعب الكنيسة يرى أب كاهن بيعمل حاجة غلط في نظره هو غلط، ويشتكي لأن دي بقى انطباع عنده إنه شاف حاجة غلط، ويكون الأمر في حكم ربنا غير كده خالص. فدول اتنين شيوخ وقاضيان في الشعب، فالناس قالوا دول أهل ثقة، مش ممكن يقولوا كلام مش مظبوط. بعدين ده موقف وشافوه ومسكوهم بإيديه، فحكموا عليها بالموت. فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت: أيها الإله الأزلي البصير بالخفايا، العالم بكل شيء قبل أن يكون،
إنك تعلم أنهما إنما شهد علي بالزور، وها أنا أموت ولم أصنع شيئا مما افترى علي هذان. لاحظوا أن سوسنة لم تطلب في صلواتها أن ينقذها الله من الموت، هي بتصلي تقول اكشف براءتي وانا ممكن اموت ما يهمش، بس ما يصحش ان يتقال علي ان انا عملت كده. ولم تطلب في صلواتها ان يكشف كذب الشيخين، ولم تطلب في صلواتها ان الله ينتقم منهما. منتهى النقاوة، قالت له انت تعلم انهما انما شهد علي بالزور، وها انا اموت ولم أصنع شيئا مما افترى علي هذان. فاستجاب الرب لصوتها. خلي بالكم سلاح الصلاة سلاح احنا بنهمله. ممكن صدقوني الدنيا كلها تتصلح لو كنا بنعرف نصلي. وإذ كانت تساق إلى الموت، يعني خلاص حكموا بالموت وأخذوها لساحة الإعدام، نبه الله روحا مقدسا لشاب حدث اسمه دانيال. دانيال صاحب السفر يعني، بس في أول حياته. فصرخ بصوت عظيم أنا بريء من دم هذه. فالتفت إليه الشعب كله وقالوا ما هذا الكلام الذي قلته. فوقف في وسطهم وقال أهكذا أنتم أغبياء يا بني إسرائيل حتى تقضوا على بنت إسرائيل بغير أن تفحصوا وتتحققوا الأمر؟ ربنا ادانا ودنتين عشان نسمع الطرفين، مش نسمع واحد وخلاص نحكم. صدقوني أصعب شيء في الوجود إنك تحكم على الناس، أصعب شيء إن حد يشتكي لك وتكون فكرة في بالك من غير ما تحقق في الأمر. قال لهم ارجعوا إلى القضاء فإن هذين إنما شهد عليها بالزور. يعني يلا نرجع مرة تاني لنفس الساحة اللي كنا بنحكم فيها ونتناقش من جديد، كأن نعمل استئناف والنقد. فأسرع الشعب كله ورجع. فقال له الشيخان طبعا بنوع من التهكم، هل هم اجلس بيننا وأفدنا؟ فقد أتاك الله مزية الشيوخ. أتاك الله المشيخ، يعني أنت بقيت راجل شيخ وأنت لسه عيل صغير، ورينا شطارتك يعني. فقال لهم دانيال فرقوهما بعضهما عن بعض لأحكم فيهما. فلما فرق الواحد عن الآخر دعا أحدهما وقال له يا أيها المتعطق الأيام الشريرة. خلي بالكم في إنسان كل ما يكبر في السن كل ما يزداد مهابة ويزداد قداسة ويزداد حكمة. ونلجأ إليك أب كبير شعره شايب وفي حكمة الأيام والقداسة. وفي إنسان بعيد عنكم كل ما يكبر يتعطق في الشر، يبقى خبير، يبقى خبرة المؤامرة والشر والنجاسة تكتر جواه. فدانيال قال له كده أيها المتعطق الأيام الشريرة لقد أتت عليك خطاياك التي ارتكبت من قبل بقضائك أقضية ظلم وحكمك على الإبرياء وإطلاقك للمجرمين. يعني بيحكم بالعكس، يطلق المجرم ويحكم على البريء، زي ما بيلاطس وزي قيافة أطلقوا براباس وحكموا على المسيح. وقد قال الله البريء والزكي لا تقتلهما. طبعا في آية تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره أمام الرب. فالآن إن كنت قد رأيتهما فقل تحت أي شجرة رأيتهما يتحدثان؟ فقال تحت الثروة. فقال دانيال لقد صوبت كذبك على رأسك، فملاك الله قد أمر من لدن الله بأن يشقك شطري. ثم نحاه وأمر بإقبال الآخر،
فقال له يا نسل كنعان لا يهوذا، يعني انت نسل شرير ما انتش من بني اسرائيل، قد فتنك الجمال واسلم الهوى قلبك الى الفساد، هكذا كنتما تصنعان مع بنات اسرائيل وكنا يحدثنكما مخافة منكما، اما بنت يهوذا فلم تحتمل فجوركما. يعني عايز يقول له دي مش اول مرة، اكيد انتوا عملتوا كده مع بنات كتير بس كانوا بيوافقوكم، لكن البنت القديسة دي ما رضيتش. فالان قل لي تحت اي شجرة صادفتهما يتحدثان؟ فقال تحت السنديانة. السنديانة الاول الاولين الثروة، الثاني قال له ايه سنديانة، كشف كذبه. فقال له دانيال وانت ايضا قد صوبت كذبك على رأسك، فملاك الله واقف وبيده سيف ليقطعك شطرين حتى يهلكهما. فصرخ المجمع كله بصوت عظيم وبارك الله مخلص الذين يرجونه، وقاموا على الشيخين. اتقلبت الحكاية او اتعدلت. فاكرين قصة هامان ومردخاي؟ الصليب اللي أعده هامان لمردخاي اتصلب عليه. قاموا على الشيخين وقد أثبت دانيال من نطقهما أنهما شهد بالزور، وصنعوا بهما كما نويا أن يصنعا بالقريب عملا بما في شريعة موسى، اللي كانوا ناويين يعملوه يتعمل فيهم. فقتلوهما وخلصت دم زكي في ذلك اليوم. فسبح حلقيا وامرأته لأجل ابنتهما مع يوقيم رجلها وذوي قرابتهم، لأنه لم يوجد فيها شيء قبيح. وعظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعد. طبعا القصة دي جاية صحيح 13 في سفر دانيال، لكن هي زمنيا في بداية السفر لأن دانيال كان شاب صغير. نفسي ان احنا نتعلم من القصة دي اننا لا نقص على انسان. يعني هذه الامرأة العفيفة سوسنة على الاقل الى فترة من الزمن ولو كانت قليلة الناس بصلها باحتقار، وياما ناس ممكن يلسنوا عليها ويقولوا ياما تحت السواهي دواهي، ده احنا مفكرينها بنت كويسة، اتريها بالمنظر دوت وتعمل كده في بيت جوزها وتستغل مش عارف ايه، والشيوخ الغلابة دول شافوها. طبعا حكم قساوة وحسب الظاهر، الكتاب يقول لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا، والكتاب يقول لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى مجيء الرب الذي سيظهر خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. من أخطر الأشياء أن احنا ناخد موقف القضاء اللي بيحكمه. لما جابوا الامرأة التي أمسكت في ذلك الفعل للمسيح قال لهم اللي فيكم بلا خطية يبتدي أولا يرجمها بأول حجر، ولأن الناس انكشفت ضمائرهم وحسوا أنهم خطاه انصرفوا واحد ورا واحد. احنا كتير بننسى الحكاية دي ونبتدي نحكم على الناس ونشتكيهم ونظلمهم، لأن الوحيد اللي من حقه يحكم هو الله، لأنه الوحيد اللي مش ممكن يظلم ومش هيظلم. ليه؟ لأنه عارف خفايا القلوب، عارف ايه اللي جوه قلب الانسان ونواياه، وعارف ايه الدوافع، وعارف ايه الظروف الخارجية. عشان كده مش من حقنا نحكم على حد، واللي بيحكم بياخد مكان الله والله يغار على مجده. حاجة تانية اللي نركز فيها ان الانسان فينا لا يطمئن لنفسه. يعني بنلاحظ ان ممكن الشباب الصغيرين يبقوا اكثر حرصا من الناس الكبار، يقول لك انا خايف انا شاب صغير ممكن اغلط، الكبير يقول لك يا عم انا خلاص شبت وانا صغير،
فيسمح لنفسه بتجاوزات تجرجره في الخطية. ما فيش إنسان مؤمن ضد الخطية طول ما احنا في الجسد، فالأحسن لينا ان احنا نبقى حريصين لغاية آخر لحظة في حياتنا. معلمنا بولس الرسول يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما لألا بعدما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. بولس الرسول كان خايف على نفسه وقال من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. ولاحظوا دايما الخطية تتسلل إلينا بالتدريج، يعني ممكن الشيخين دول بدأت معاهم الحكاية بمجرد نظرة، وممكن الواحد كان يقول لنفسه بلاش النظرة الوحشة دي بدل ما أغلط، وبعدين يقول لنفسه ده أنا راجل شيخ نظرة إيه ومش نظرة إيه، دي حاجات بسيطة. حاجات بسيطة جرتهم في الآخر إن هم يتورطوا مش بس في الزنا ولكن في الشهادة الزور والقتل، لأن طبعا حتى لو ما اتقتلتش سوسنة اتحسبت عليهم خطية قتل، وحتى لو لم تخطئ معهم سوسنة اتحسبت عليهم خطية زنا. طبعا هم في نيتهم كانوا هيغلطوا، فالخطايا بتجر بعضيها بعض وتبتدي هينة وتعمل زي ما قال الكتاب الثعالب الصغار المفسدة للقرون، تدخل كده متسللة وبعدين تلاقي الحكاية كبرت مننا مش عارفين نوقف. عشان كده يجب ان احنا نبقى حريصين الى منتهى الايام. حاجة كمان ناخدها من قصة سوسنة هي سلاح الصلاة. سوسنة كان من حقها تصرخ وتدافع عن نفسها وتقول كلام كتير، وعلى الاقل اللي عمله دانيال كان ممكن تعمله سوسنة، كانت ممكن تصرخ وتقول يا جماعة طب استنوني شوي ابعدوهم عن بعض، روح انت هنا وتعالى انت هنا، انت شفتني فين هيقول تحت الصرف، طب انت شفتني فين، وكانت هتبقى نموذج للإنسان الذي يدافع عن نفسه. لكن هي يقول الكتاب كان قلبها متوكلا على الرب، وتحقق فيها الآية الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وطبعا شيء رائع ان حد غيري يدافع عني، لان الانسان لما يدافع عن نفسه الناس يقولوا اه ما هو لازم يقول كده، اي واحد واقف قدام القاضي يقول له بريء بيه انا ما عملتش حاجة. لكن لما يطلع واحد في الوسط ويقول هذا الانسان بريء ومش ممكن يعمل كده، الناس تبتدي تسمع له وتنتبه ليه. لم يكن سلاحها هو الصراخ والدفاع عن النفس، لكن سلاحها هو الاتكال على الله والصلاة، ونجحت علشان محدش يقول يعني انا بعد كده ابقى سلبي واكتفي بالصلاة. اقول يا ريتك تبقى سلبي وتكتفي بالصلاة، هتلاقي في الاخر النتيجة بقت في صالحك، مثل هذه الامرأة اللي الامر تطور معها الى حد ان هي تساق الى ساحة الاعدام، وقبل النهاية بلحظة الله ينقذها بهذه المعجزة الجميلة. وطبعا لأنها صيقت إلى الذبح ورجعت حية صارت أيضا نموذج ومثل للمسيح الذي صيق إلى الذبح وقام من الأموات. أنا هسأل سؤال لنفسي، يا ترى يوقيم بعد القصة دي هيقفل بيته ويقول مفيش من هنا ورايح حكاية الشعب يجي والقضاء ولا شيوخ ولا غيره، ولا يستمر بيته مفتوح للخدمة وللناس؟ الكتاب ما ذكرش، بس سيبوها بقى ايه لتأملات. كنت يا ترى ندم على الخير اللي عمله ولا شكر ربنا على الخير اللي رده له؟ حقيقة ناس كتير قلوبهم بتضعف عن عمل الخير لما يتعرضوا لتجارب زي كده، يقول توبة من دي النوبة منيش شغال تاني خلاص، ما دام انتوا بتعملوا فينا كده شوفوا لكم مكان تاني غير. حاجة تانية ان
الخطية في القصة دي كانت في الشيخين، والبر كان في شاب حدث اسمه دانيال، وكان في شابة صغيرة اللي هي سوسنة. ودي يا جماعة معناها برضو انتوا لا تحتقروا الصغيرين، احيانا بيكونوا احسن مننا احنا الكبار. صدقوني انا شخصيا ممكن يقعد معايا شاب او بنت واحس فيهم بنقاوة اكتر مني بمليون مرة، واقول يا بختك، اقول في سري كده يا بختك على النقاوة اللي انت فيها وعلى الحساسية اللي انت فيها. يبقى قلب وجعه من حاجة صغيرة وكون انا بعمل بلاوي اكتر منها. لا تحتقروا الصغار لان احيانا بيكون برهم اعظم من بر الكبار. ربنا يدينا ان احنا ما نغلطش، وان لما نظلم نسلم امرنا